السلام عليكم الإخوان، مساء الخير. بعد ما صفت إلى بعض الأصدقاء كيسولوني على طريقة باش نكتيفيو الفيبرور في الآلة يكوينك 700 ولا 800 ولا حتى المونتيكور. هاد الشرح ديال الطريقة كيفاش كيتاكتيفا الفيبرور راه شي حاجة سهلة، ماشي حاجة اللي هي صعيبة. غادي نشعل الآلة، كنجيو لهاد البوطون ديال ريغلاج، ضغطو عليه حتى نوصلو الريغلاج ديال الصوت. هو زيد الصوت نقص الصوت، كنضغطو بكل سهولة على هادي ديال تغيير لي فريكونس. هي كيعطيني واحد السين هنا ديال الفيبرور بلي تاكتيفا ديزاكتيفي، و كنعاودو نضغطو عليها هي هاكا. نزيد السين، نزيد الحساسية شوية. دابا غادي نجربو كيفاش. نتمنى يكون كيتسمع لكم الفيبرور. ما قربت التليفون، قربت التليفون لبرا تاع الآلة باش يتسمع الفيبرور. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليك. الفيديو كان صيفط لواحد الصديق طلبني عليه، هو ديروا ليه ابوني في القناة ديالو وجيم لي فيديو ديالو، شجعوه. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.